وبدليل على كده استعان بيك في بطوله افريقيا وكان معتمد عليك بشكل كبير. الحمد طب مهاب، خليني ارجع لحاجه ذكرى انا ما بحبش اقولها، بس انا ما بحبش دايما افتكر السلبي، ولكن ده رساله للي بيتفرج علينا. انت تعرضت لاصابه قويه جدا السنه اللي فاتت. مهاب اللي انتوا بتتفرجوا عليه يا جماعه تعرض لاصابه، وهو قطع كان ما بين وتر اكيلس والسمانه، اصابه ثقيله جدا جدا، يعني في حته الالتئام فيها صعب. السنه اللي فاتت قابلتك برغم انت كنت بطالع بسرعه صاروخ، والموضوع ده ما عطلكش، اتعالجت وركزت في علاجك. كلمني عن بدايه الاصابه وكانت امتى لغايه ما رجعت تاني من الاصابه يا محمد. كنا من بدايه الاصابه كنا بنلعب الزمالك في الدوري تقريبا، وهم في بدايه الموسم، لا مش بدايه الموسم دي، كانت في نص الموسم كده، نص الموسم. ف ما حدش لمسني ولا اي حاجه، انا بعمل جامب حسيت بطرقعه كده في رجلي. طرقعه شفناها في التلفزيون. فانا شكيت ان هي حاجه في اكيلس، بس الحمد لله يعني. فلما خلصت وكده روحت وعملت الاشاعات وكده، كان عندنا اصلا منتخب عشان كنا مسافرين بطوله تيبي، بطوله يعني مصنفه، بطوله معروفه يعني. فقعدنا المفروض البطوله دي كان ناقص لها شهر بالظبط، وانا مده علاجي شهر ونص. ففضلت كثفت العلاج وكده، بالظبط كانت البطوله ناقصه لها شهر واسبوع. صحيح. يعني صحيح انا فاكر. فانا المفروض مده علاجي شهر ونص، فكثفت العلاج وكده عشان احاول على قد ما اقدر الحق البطوله. رجلك وكده كنت لابس زي حاجه كده ما بتاع كده، مثبت عرفت، مثبت رجلك خالص ما تدوس عليها. السمانه ما تشتغلش خالص. قعدت شهر بالظبط. فهو كان يعني انا كنت جاهز، بس في نفس الوقت الجهاز بتاع المنتخب ما كانش عايز يخاطر بيا طبعا. فانا كنت انا حاسس ان انا جاهز يعني، هو اللعيب برده بيحس بنفسه يعني. فانا لان انا اشتغلت فتره علاج كويسه، فقعدت شهر فقلت لهم انا جاهز، وهم كان الاتحاد ما كانش عايز يسفرني كمان، ما حدش يعرف تقريبا الكلام دوت. فبس انا صريت ان انا اسافر، وهم طلعوني على مسؤوليتهم. الحمد لله رحت البطوله دي خدت الهداف وخدت احسن لعيب فيها. فبس انا الفتره اللي فيها دي بقى اللي هو الشهر ده كنت بتمرن مثلا حاجات ناقصاني، فكنت وانا واقف بقى بالثبات او كده حاجات ناقصاني كنت بتمرن عليها، ولما رجعت اتمرنت اسبوع بعد كده سافرت. اعزائي المشاهدين، مهاب سعيد معلومه كده للساده المشاهدين، هو اصغر لاعب في التاريخ يحصل على بطوله افريقيا مع المنتخب الكبير، ده بالارقام والحسابات، اصغر لاعب في التاريخ. البطوله الافريقيه اللي فاتت دي في شهر 7 هو اصغر لاعب اللي قاعد قدامكم. مهاب سعيد اخذ بطوله العالم سنه 2016، صح كده؟ 2019 انا اسف، تحت 16 سنه واخد بطوله عالم وهو عنده 16 سنه. يعني عايز اقول لكم انه لعيب مش بس يعني اصغر في الالعاب الجماعيه، يعني اصغر لاعب في الالعاب الجماعيه في يعني في تاريخ مصر الالعاب الجماعيه كلها ياخد بطوله عالم عنده 16 سنه، يعني انتوا متخيلين. فالحمد لله مهاب يعني ممكن ما يكونش هو كمان يعني مركز في المعلومه دي، بس احنا مركزين مع كل البيانات يعني او كل الارقام. فلما يبقى عندنا لاعب واخد اصغر لاعب ولعيب كابتن في منتخب الشباب وهو اصغر واحد سنا فيهم، اذا احنا بنتكلم مع لعيب ان شاء الله ليه مستقبل كبير جدا. رغم الاصابه اللي تعرض لها كمل وعمل موسم انهى بيه بشكل جيد. طيب خلينا نرجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي مستر داني طبعا مسك المسؤوليه في اخر الموسم، يعتبر كان بطولتين بس اللي كانوا عندنا او ثلاثه. لما اتمرنت معاه ايه نصايحه، ايه يعني كان بيتكلم معاك ازاي؟ بص هقول لك، هو احنا كنا في الاول كان عمر سامي الوينج رايت كان مصاب، نعم، فهو كان بيلعبني في وينج رايت، ما كانش بيلعبني اكتريه باك رايت. فهو ده مش مركزي، بس هو طلب ده عشان في اصابه. فهو كان طالب مني حاجات من انا كنت بنفذها له بس في وينج رايت. لكن دلوقتي بقى لما رجعت بتلعب في مركزك دلوقتي باك رايت. دلوقتي خلاص الوينج رايت تمام، متغطي وكل حاجه ولعبته موجوده فيه. الحمد لله.